كما سمعتم نقاش بعض العارفين عن أفضل الطاعات، فذكر من ذكر قيام الليل، وذكر من ذكر تلاوة القرآن، وذكر من ذكر منهم الجهاد، ذكر من ذكر منهم بر الوالدين. ثم قالوا لبعض من سكت بينهم: ما لك ساكت ما تشارك؟ ما هو أفضل الطاعات عندك؟ قال: أما أنا فعندي أفضل الطاعات ترك المعاصي. ها، فقال لهم الجنيد كان متشارك معهم: تم قوله، تم على ساده، هذا الذي يرجع إليه، أفضل الطاعات ترك المعاصي.